انت كويس؟ الحمد لله. بتدور على حاجة؟ كان في حد معانا هنا. وراح فين؟ مش عارف. لو سمحت بس اتكلمي الإسعاف بس نلحق الراجل ده. عايزة أوريك حاجة. بص الصورة دي. جبتها منين دي؟ من ساعة ما شفت العلامة في إيدك وأنا بحاول أدور معناها إيه؟ ومعناها إيه؟ ليها علاقة بملوك الجن. طول ما انت مشغول بتاعك وبتحلم بيها بترحل. انا من ساعة ما شفتك وانا مش عارف اقراك، مش عارف انت تبع مين، وقربت منك بالسرعة دي ازاي؟ انا مش تبع حد. بتهيألي كان لازم نقعد مع بعض من بدري. مفيش حاجة متأخرة، كل حاجة بتحصل في الوقت المناسب. خير؟ طلبت تقابليني؟ أنا عايزة أتكلم معاك. صابر رافض مني أي مساعدة وبيبعد عني وبيتجنبني تماما. ما هو برضه ما ينفعش اللي بتعمليه ده هتاك. ما ينفعش تقربي من صابر بالشكل ده، خصوصا انت عارفه ظروفه وظروف مراته وابنه. انا بساعده. انا فاهم انك بتساعديه، بس اكيد برضو انت عارفه تفرقي ما بين انت امتى تقربي وامتى تبعدي عنه. ابعد غصب عني، مش قادره اتحكم. معلش مش فاهم قصدك ايه. انا عشقت صبر. انت مدركة كويس انت بتقولي ايه دلوقتي؟